من كان عنده أب وأم، وهي النعمة الكبرى التي لا يعرفها إلا من فقدها. كيف هو مع أبيه وأمه؟ هل هو ذليل الجناح لهما؟ هل هو متواضع لهما؟ هل هو مقدم لهما على كل أحد ممن يعرفه؟ وإذا كانت الباقية الأم، وما أدراك ما الأم؟ أشد الناس إحسانا إليك أمك، إحسانها منذ أن تكون في بطنها، تمتنع عما تحب خوف أن تضرك، وتعاني الأمرين عند ولادتك، ولو خيرت لاختارت أن تموت أن تموت هي وتحيا أنت. ترى الموت بعينيها في أصعب ألم على وجه الأرض، وما إن تخرج إلى الدنيا حتى تضمك إلى صدرها، تملأك حنانا، تخاف عليك، ترضعك، تربيك، تحسن إليك، تكبر ويكبر همك في نفسها، تفتقدك، تتفقدك، تدعو لك، تسهر وأنت مع أولادك إذا علمت أنك مريض. ومن أسف أن بعضنا يتجبر على هذه الأم، لا يحترمها، لا يعطيها قدرها، لا يسمع كلامها. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة. أقول هذا يا إخوة لأن في نفسي غصة، أسمع وأستفتى في أحوال عجيبة للأبناء مع أمهاتهم، من عدم الاحترام، من عدم التقدير، من عدم التواضع لهذه الأم. يا إخوة، أحد السلف في درسه يدرس طلابه، فتناديه أمه فيقوم ويدخل إليها فتقول له: ضع الحباب، ضع الحب للدجاج، فيذهب ويضع الحب للدجاج ويرجع إلى الدرس. والله لا يفلح من يتكبر على أمه، والله لا يفلح من لا يحترم أمه. كيف نحن معها، مع هذين الوالدين؟ هل نحن على خير إن وجدنا أن في أمورنا مع ربنا، ثم في أمورنا مع خلق الله وعلى رأسهم الوالدان، حمدنا الله وسألنا الله الثبات، وإن وجدنا تقصيرا ولا بد عالجنا هذا التقصير؟